طبعا تنسيقيه الشباب اساسا ما فيش احزاب. وزي ما الاستاذ صبري بيقول لي محليات، محليات ايه ده؟ فساد مصر في المحليات اللي انت بتسعى ليها دلوقتي. تحت كل طوبه في المحليات فاسد. انت بتسعى وبتقول لي المجلس المحليه المنتخبه، انت متخيل لما يجيبوا 60,000 شاب هيراقبوا يا سيد الفاضل؟ هو يمكن قصده ان القانون ما طلعش وما فيش انتخابات والحال المحليات معطله من 11 سنه باين ولا 8 سنين. ايوه من 2010 كلام كتير قوي. يعني 2011 فكره ان الاحزاب الحركه الفتره الجايه هتبقى في تنشيط للحياه الحزبيه او احياء ده ميت تنشيط يعني 106 جثه الحزب في مصر. رخصه من المجلس اللجنه شؤون الاحزاب. رئيس حزب قاعد بين اربع حيطان خايف يفتح الباب حد ياخد منه الحزب. وكل حواليه شويه نصابين او فهلويه او موظفين بيقولوا له بيهتفوا بحياتك في الشارع وانت الزعيم المفدى ولا يعني حاجه غير الورقه السوداء اللي احنا زمان كان في تجمع، كان في احرار، كان في وفد، كان في الحزب الوطني حتى وقبله حزب مصر. كان في حياه حزبيه. للاسف الشديد الله يجازي زمان الحياه الحزبيه كانت جورناني يا عبدالنبي وانت شاهد على هذا. ويا سيدي يعني الوفد كان مصطفى شردي وجمال بدوي وانك انت تقول في معارضتك في الجورنان انما ما كنتش بتمارس، ما كنت ممنوع انك تعمل صوان او تعمل مؤتمر. لا كنا بنعمل الحزب الناصري حاول يعمل مؤتمر في ذكرى عبد الناصر. كنا بنعمل لان كان في كوادر بجد. انت بتتكلم على فؤاد سراج الدين. اتحدى استاذ صبري او الاستاذ كذا 106 حزب. مين رئيس حزب ما اعرفش ايه؟ مش بدون ذكر عشان ما نسخفش الناس. زعامات تاريخيه بس زعامات تاريخيه. الحياه تقزمت ده حقيقي. طيب طب بس حضرتك ليه في الحمله الرئاسيه ضميت ليك احد الاحزاب ال 106 حزب دول؟ ليه ضميتهم ليك في الحمله الرئاسيه اللي كمصريين؟ ايوه كانوا احزاب معاك واقول لك اسماء. ده كانت حملتك كنت بغطي يعني جزء منها. ليه ضميتهم؟ يعني ايه؟ في الحمله الرئاسيه كمل جميلك يعني لا